السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مروة من مطبخ مروة. النهاردة هنعمل كيكة السينابون. كيكة السينابون دي كيكة من الكيكات الحلوة جدا، بالذات للي بيعشقوا القرفة. يعني كيكة هشة وجميلة. نقول بقى مقاديرنا مع بعض. معايا 2.5 كوباية دقيق منخول طبعا مرة واتنين، معايا باكت بيكنج باودر، معايا 1 كوباية سكر، 1 كوباية زيت، 1 كوباية لبن، ومعايا 4 بيضات ومعلقة كبيرة خل ورشة فانيليا، وفي معانا رشة ملح برضو. ومعايا بقى للحشوة 2 كبار سكر، 2 نسكويك او كاكاو محلى يعني، ومعايا 2 قرفة، 2 نسكويك ومعلقة قرفة كبيرة. هنقول اول حاجة ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد معانا المكونات الجافة اللي هو الدقيق، نحط عليه باكت البيكنج باودر زي كده، صورة رشة ملح صغيرة جدا من صوابعي كده، بس كده هقلبه. خلاص احنا قلبنا المكونات الجافة مع بعض. هعمل ايه؟ اخد بقى اول حاجة معايا البيض، 4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة. بسم الله الرحمن الرحيم. هحط عليهم يعني حبة فانيليا كده صغيرين، رشة فانيليا، وهحط عليهم 1 كوباية. الأول هضرب البيض الأول شوية كده مع الفانيليا من غير حاجة، أخفقه كده خفقة خفيفة، وبعدين إيه هحط عليه السكر مع الفانيليا لوحده خالص. هحط عليه 1 كوباية السكر وهضربه كويس جدا كده حبايبي. بصوا بعد ما ضربناها، بصوا القوام تضاعف ازاي، والقوام بقى جميل جدا. هعمل ايه؟ هنزل بكوباية الزيت حبة حبة، مش هنزل بيها مرة واحدة، وانا برضو بضرب زي ما انا هنزل بكوباية الزيت كده وانا بضرب زي ما انا. بصوا حبايبي بعد ما نزلت الزيت، بصوا القوام تقل ازاي، تقل جدا. بصوا هعمل ايه دلوقتي؟ هنزل بكوباية اللبن برضو حبة حبة، هنزل بيها حبة حبة وانا بضرب برضو زي ما انا. دلوقتي حبايبي بعد ما خلطنا كل المكونات مع بعض، هنزل عليهم بقى ايه بالدقيق بتاعي. انا هنزل بيه حبة حبة، طبعا مشغلين الفرن ومولعينه علشان يسخن على درجة حرارة 170. هشغل كده على اوطى سرعة في المضرب، اوطى سرعة في المضرب، وهضرب الدقيق مع الخليط دوت بالراحة. خلاص كده حبايبي خلطنا كل المكونات مع بعض، ما نخلطش في الكيكات كتير لان غلط، كتر الخلط في الكيكات ده غلط، بيخلي الكيكه كده معضمه. دلوقتي حبايبي اهو الخليط معانا، هجيب الجناب كده لو في اي دقيق ما اتخلطش كويس اخلطه كده. بصوا سمكها، هو ده سمك الكيك اللي احنا عايزينه، ده سمك الكيك. بصوا جميل ازاي. عندي بقى صينية كده، انت طبعا تقدري تعملي في اي صينية انت عايزاها. انا عندي صينية كده دهنها زيت ومبطناها بدقيق. هعمل ايه؟ اصب نص الخليط بس في الصينية، نصه بس مش الخليط كله. صبيت نص الخليط كده زي ما انتم شايفين. هعمل ايه بقى؟ هنحط الحشوة بتاعتنا. عندي هنا 2 معلقة السكر ومعلقة النسكويك، 2 سكر كبار ومعلقة نسكويك كبيرة ومعلقة قرفة كبيرة، واللي بيحب القرفة يعني عايز يزودها شوية براحتك طبعا. وهنقلبهم كلهم كده مع بعض. دي الحشوة اللي احنا هنحشي بيها الكيك. الكيك ده تحفة جدا جدا، بالذات للي بيحبوا القرفة. القرفة يا جماعة بتزود المناعة، بالذات في الشتاء دوت، وبتدفي طبعا. فياريت تدخلوها في أكلات كتير للولاد، بتزود المناعة بتاعتهم. وانتوا عارفين الأيام دي ربنا يعافينا يا رب، في كده حبة أمراض كل شوية نسمع عنها.
فانا بحاول حتى في اللحوم في الحاجات دي بحاول ادخلها. بصوا حبايبي اهو ادي نص الخليط في الصينيه، هرشرشه كده بصوا كده اهو. احنا حطينا خلاص كده كل الحشوه في الصينيه، حطينا الحشوه كده، هعمل ايه بقى؟ هصب عليها بقيه الخليط. بسم الله الرحمن الرحيم، بالراحه كده. بصوا حبايبي اهي بعد ما صبيت الجزء الثاني، احاول ايه بس بشويش كده عشان الكيكه كلها تبقى ايه الخليط كله يبقى نفس الارتفاع، يبقى ارتفاعه ايه. انت لو هتعمليها في صينيه عاديه، صينيه مقاس 26 للخليط ده. انا دلوقتي مسخنه الفرن مشغلاه من ساعه ما ابتديت في الكيكه على درجه حراره 170، هحطها في الرف اللي في النص. هي بتقعد حوالي من 40 ل 45 دقيقه. انا هقول لكم قعدت قد ايه بالظبط في الفرن، ادخلها الفرن ونرجع نقدمها مع بعض. حبايبي الكيكه خرجت معانا من الفرن، هي قعدت 40 دقيقه في الفرن، انا سبتها هادت شويه علشان اعرف اقلبها معاكم. وهحط لها بقى الصوصات اللي قلنا عليها، انا هقلبها كده. اهي بصوا جميله قد ايه ومش لازقه في الصينيه ولا حاجه، بصوا جميله جدا. هعمل ايه؟ انا عندي ثلاث صوصات بالظبط زي السينابون، صوص الكريمه اللي هو بالجبنه وباللبن وكده، وصوص الكراميل وصوص الشوكولاته. انا هسيب لكم لينك الصوصات الثلاثه دولت في صندوق الوصف، انا عملتهم معاكم في فيديو قبل كده، وهسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف لان مش عايزه الفيديو يبقى طويل واحنا نقعد نعملهم مع بعض. يعني انا هزين بيهم بقى ايه الكيكه دلوقتي حبايبي. انا هزينها بقى بالصوص كده، انا حطاه في كيس ثلاجه وربطته، قطعته بس حته كده من فوق، مش كيس تزيين ولا حاجه، كيس ثلاجه عادي. طبعا انت تقدري تزيني بالطريقه اللي تعجبك، اللي بتحبيه زيني بيه، بس هي سينابون يعني شوكولاته وكراميل وحاجات كده. يعني الصوصات دي جميله جدا، احنا عملناها مع بعض وهي في البيت طبعا مش مكلفه خالص. حط بقى صوص الكراميل كده، حط بقى صوص الجبنه كده، بجد شكلها روعه. عليها كل الصوصات. يا رب تكون عجبتكم، هوريكم بس حته منها كده، هنقطع قطعه كده ونشوفها. بصوا بسم الله الرحمن الرحيم، بصوا قد ايه طريه وهشه، هشه جدا. طبعا انا صبيت عليها الصوص بعد ما هدت معايا، مش وهي لسه ايه سخنه، لان الصوص لو سقط، بصوا هي عشان لسه يعني اكتر من دافيه شويه الصوص صح عليها ازاي، فاحنا مش عايزين لو كنا صبيناه عليها وهي سخنه زي ما هي طالعه كده كانت هتبقى الصوص هيسيح خالص عليها ومش هتعجبكم. بصوا حبايبي بصوا شكلها من جوه، بصوا جميله قد ايه، بصوا هشه ازاي، بصوا بصوا الكيك طري ازاي، بصوا من جوه، بصوا سايحه في الشوكولاته، بصوا الطبقه اللي احنا عاملينها طبقه القرفه بالسكر بالكاكاو، بصوا واخده شكل تحفه وطعمها اكيد خطير، ان شاء الله هيعجبكم بجد طعمها وهم، لان انا مش اول مره اعملها يعني بعملها كتير، طعمها جميل جدا جدا. وبصوا ارتفاعها، ارتفاعها عادي جدا، بصوا ارتفاعها كبير ازاي، اهو حتى باين قدامنا ارتفاعها عالي جدا جدا جدا. بصوا بصوا الكيك هشه قد ايه، بصوا تحفه تحفه بجد جميل جدا، بصوا بصوا جمال الكيك. طبعا عشان هو مليان شوكولاته عشان كده انا مش قادره ايه اضغط عليه بايدي عشان اوريه لكم، بس بصوا هو باين جدا، بصوا مهما بضغط عليه بيرجع يرتفع تاني، ده دليل على انه سفنجي جدا. بصوا بصوا سفنجي قد ايه، وبجد
الكيك من جوه خطير. بصوا خطير قد ايه، صوص الشوكولاته نازل عليه كده حاجه وهم بجد، حاجه وهم. يا رب تجربوها وتعجبكم، يا رب تكون طريقتي في الكيكه السينابون عجبتكم، ويا رب تجربوها. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب للقناه على اليوتيوب، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.